بتفتح راس الطريق بتخطف لهجوم كذائب الاسد حص باب هود المقصد جبت المقصد جوا باقي تفتح حرارة الكتيب تتصدى لهجوم قوات الأسد تتصدى لهجوم قوات الأسد على حي باب هود فوت فوت لجوه الله أكبر الله أكبر ما في حد باب هود على أقل تجار على الاخر هيك على السريع شويه صاروا ثلاثه جوا هربوا اثنين ورجع واحد فات يعني في جوا هلا اربعه لازم هلا لازم هيك هرب واحد زي في واحد عصيان بالشارع ليك في واحد عصيان بالشارع بالزاوية هرب بايتي هرب روح سحونا حشي هرب التاني باقي واحد جوا هرب هرب لازم واحد جوا باقي لسه عسكري جوا لسه عسكري جوا حمص باب هود كتيبة أحرار الكتيب يوال فاروق تصدى لعصابات الأسد التصدي لعصابات الأسد لمنع محاولة التسلل استخدام غازات سامة من قبل قوات النظام عشرة وعشرين يوم ما بيدو يفوتوا لعنا ورح عمينا أولا أنتو ورح عمينا أولا عمينا